من النادي الافريقي، نادي القوات المسلحه. وانطلاق اللقاء الكره صالح القوات المسلحه السيراليوني، تمشي الكره وراء بلال العيف، فخر الدين الجزيري لليسار، سليمان كشوك الزميل السابق في نادي البنزرتي خليها تتعدى، وسام الدراجي ترجع له راسيه، خليفه خليفه اول فرصه هاي اللي عاد شنو امام خليفه هي النادي الافريقي بالحداد يرفع الكره والتسديد والهدف الاول للنادي الافريقي. هذه البدايه ومازال بالتاكيد ترجع الكره، شوف والتسديد، التسديد على يمين لسانجلو، واحد بلاش للنادي الافريقي. ترجع الكره وسط الميدان، الحكم يقول بالحداد والابراهيم الشناحي، ابراهيم الشناحي خليها منه بالحداد يرفع الكره راسيه، ونادر الغندري بالساق والثاني للنادي الافريقي. بالتاكيد ما ثماش واحد فرحان اكثر من شهاب الليل. زين بلاش للنادي الافريقي، المتابعة الأولى الرأسية من الدراجي ونادر الغندري بالرجل في شباك لانسا نجلو. للأمانة وسام الدراجي البصمة موجودة منذ قدومه لنادي الأفريقي، أنا مش ننكر اليوم أنه أسامة، والتسديد على عرض من غازي العيادي، إبراهيم الشناحي يرجع لوسط الميدان، غازي العيادي الكرة لليسار سليمان كشك، رجع الكرة مرة أخرى سليمان كشك، والتمرير والتدخل الأخير من دافيد كوروما، الكرة للنادي الأفريقي على الصورة سليمان كشك، الكرة مع منوب الحداد، دافيد كوروما خرج للتماس، لعب التماس بسرعة سيما الدراجي، الدراجي ولا حارس مازال اختار النادي الأفريقي، لعب الكرة اختار بالخيثر، شعلوا مرة أخرى اختار بالخيثر، غازي العيادي بلال العيفة، العيفة طول الكرة ياخذها صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة، خليفة يراوغ الحارس والحكم يقول ضربة جزاء، إبراهيم الشناحي، الشناحي في تنفيذ ضربة الجزاء، الشناحي في تنفيذ ضربة الجزاء للنادي الأفريقي، شناحي شناحي شناحي، والثالث النادي الافريقي. 16 دقيقة لعب، ثلاثة بلاش للنادي الافريقي، هذه الإعادة كان ينجم يكونوا أربعة، كرة غازي العيادي على العارضة معناها صارت غلطة إدارية من جانبهم، عطاو تاريخ الذهاب هو تاريخ يوم المباراة، تفضلوا في الاخير تتفك الكره وغازي العيادي، العيادي الكره الرابعه نتمنى ذلك، غازي العيادي يلعب الكره وشنيحي ومازال اختر خليفه، خليفه ابراهيم سيلا يرجع للوراء، ترجع للكره ابراهيم سيلا، مبكر كركبو، مبكر كركبو يسدد منوب الحداد في تنفيذ الركنيه على يسير، على يسار لسنا جالو مرفوعة على الكرة ورأسية من الغندري على العارضة، رأسية من الغندري على العارضة، هاي الإعادة ما خذاهاش جالو وخذاها الغندري براسه على العارضة، تبقى النتيجة ثلاثة بلاش، زوز كرة على العارضة من نادي الفريق، غازي العيادي فخر الدين الجزيري منوب الحداد، منوب الحداد عيادي في خدين الجزيري يلعب الكرة أرضية، سما الدراجي تعدى سليمان كشك يحضر وتوصل خليفة، خليفة وإبراهيم الشناعي والرابع، الرابع اختار بالخيثري خلاها الحارس مرماه المصفى نادر الغندري، أنت في الإفريقي تدور في الكرة وما بحثش على بناء الهجمة، لكن جاءت الإجابة والكرة الحداد، حداد سلحة يرجع الكرة براسه، وفي هذه الآونة بالضبط